أسعد؟ نعم نعم تحسين بيك. اسمعي يا أسعد. نعم. قل له لابنك يبعد عن بنتي نور أحسن ما يجيب آخرته. خير خير تحسين بيك، شو صغير؟ طيب إذا نحن كنا وافقنا على الخطبة وأنا بالأساس ماني موافق، اتصل معه لهون بنتي واقفة مع رفيقة بالجامعة، شو له عندها حتى يبهدلها وشرشحها؟ اسمعي يا أسعد. نعم. أنا بطلت وما بدي هالجوازة، عم تفهم؟ هلا ما الواد له حق طبعاً، دمه حامي، شايفها واقفة مع رفيقها، عايز يسكت؟ من وين؟ عفواً يا أخ، أنت شو لك علاقة حتى تتدخل بالحديث؟ أنت بنتك توافق مع مين؟ مع رفيقها، رفيقها يا عمي. أنت كمان موافق؟ شوف يا أسعد. نعم. أنا حذرتك، وهذا آخر كلام بيني وبينك. مين ده؟ هصبر له مطسخين بعيني دافيد. قصة ركيكة شوي والمبررات ضعيفة. شوف دافيد، نحن هون خلص بطلنا نستخدم جهاز كشف الكذب، صح يا شو؟ ليش بطلنا نستخدم جهاز كشف الكذب؟ لأني أنا شخصيا صرت جهاز كشف كذب. رايح انت على مزارع شبع، عم تتمشى وانت فايت على مزارع شبع، وصلت لجوا على كرم زيتون، طاح مش هيك؟ مظبوط؟ حدا ضربك على دماغك وقعد بالارض، بسكوك شالوك عملوك اسير. حلوه كثير القصه دفت، حلوه كثير بس خفيفه، خفيفه صعب صدقها. زي ما شكراه ادون مناخم. طيب 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 انت ما عندك قصة تانية هيك يعني شوي مشلبنة تحكي لي اياها؟ والله انا مش عارف سيادتك ايش قصدك، انا كنت مأسور واعصابي تعبانة وحضرتك بتحكيني كأني مذنب. صح صح، وجعت لي قلبي عليك كتير، انت فعلا اعصابك تعبانة، يمكن انا كمان ضغطت عليك شوي وتعبت لك اعصابك. طلع فيني لما بحكي معك هون بعينك بعيني. هاي شو؟ ظريف ديفيد كتير. شوف استحملني شوي، أنا عندي قصة تانية ممكن إني أنا أحكي لك إياها. أنت بتعرف إنه نحن دفعنا فلوس كتير لحتى رجعنا الأسرة، تحملنا كتير، فأنت معلش خليك لذيذ واستحملني شوي. بفكسة أدون مناخم، بفكسة. إيش يا شاول؟ لو أنا كانت ظروفي المادية صعبة، يعني كنت فقران شوي ما معيش فلوس، وجا واحد قال لي بدي أدربك على التمثيل وبعدين بدك تروح تمثل دور أسير لمدة أسبوع وبعطيك مليون دولار، إيش كان ممكن أعمل يعني؟ زبيدي خاء أدون مناخم، ما حد بدنيا يصدق اللي بتقوله سيادتك. صح صح، ما حدا بالدنيا صعب حدا يتخيل الشيء اللي بقوله. طيب أنا ليه ليه يعني؟ ليه أنا بتخيل هذا الشيء؟ ومين برمي نفسه بالنار عشان الفلوس؟ شيء لا تفا، شيء لا تفا. أنا عندي سؤال واحد وبس، ما بدي أكتر منك، مين يلي عمل الصفقة معك لحتى تقبل تلعب دور الأسير؟ حضرتك تحكي كأنه هالشي صار فعلا سيد مناخم، هالشي ما صارش، واللي صار قلت لك يا بالحرف والله. تخافش تخافش، انا بس كنت عم بتخيل كرم الزيتون، انك انت داخل جوات كرم الزيتون انت وماشر عادلك الفيلم نفسه، نفس القصه اللي انت حكيتها، طخ ضرب على دماغك وقعت بالارض، شالوك رحت مثلت دور الاسير اخذت فلوس. شو هالخيال؟ شو هالخيال؟ الله يعين يلي بيكتبوا الأفلام سيناريو، يعني قديش بيتعذبوا لحتى يعصروا خيالهم عصر عصر لحتى تطلع معهم الفكرة. أهلين ديفيد، أهلا وسهلا فيك، إيش بتشرب؟
بقولك يا ريمور، هما بيصوروا ايه هنا؟ برنامج التلفزيون السوري. ودي ممثلة؟ لا، هي مدام كاميليا صبحي، ست مصرية وهم كتير تبع الأمم المتحدة وناشطة من ناشطات السلام. ناشطة؟ فعلا ناشطة، ناشطة قوي. وكيف بتشوف الدكتورة كاميليا الموقف السياسي بالمنطقة؟ والله قبل ما نتكلم عن الصراع العربي الإسرائيلي، المفروض إن احنا نتكلم عن التمزق والتشتت والتفكك في المنطقة العربية كلها. بصراحة الحكاية ببساطة شديدة جدا، إن دول واقعين مع دول، ودول جايين عايزين يخلصوا على دول. أهم دول بقى جايين عايزين يساندوا دول، مش علشان حبا فيهم ولا حاجة أبدا، دول بس جايين عايزين يوقعوهم. هذه الحكاية. شكرا جزيلا دكتورة كاميليا. شكرا. مساء الخير يا دكتورة. تسمحي لي أعبر لك عن إعجابي الشديد بكل كلمة قلتيها. أنت لخصت القضية حقيقي، يعني لخصت القضية تماما، خصوصا في الكام جملة الأخرانيين دول. ميرسي قوي. أنت مصري؟ أنا ناجي عطا الله، راجل أعمال مصري. تشرفت لك. تسمحي لي أعزمك على العشاء؟ أنا أسفة جدا، ما بتعشش. لا 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 لا، قصدي شوية بيضات غنم، حاجة خفيفة كده. وبعدين هقول لك على حاجة، أنا أصلي ما بحبش أكل لوحدي. أمال الفرقة بتاعتك راحت فين؟ فرقة إيه؟ ده أنا شفتكوا دخلتوا الأوتيل مع بعض. ولادك؟ لا مش ولادي، لا أنا مش متجوز. دول فريق تايكوندو جايبهم هنا عامل لهم معسكر تدريب. أنت مدرب تايكوندو؟ لا أنا مش مدرب الحقيقة، أنا بصرف على الفريق. أنا الراعي الرسمي، يعني حاجة كده بنعملها عشان مصر. والله شيء جميل، جميل إن الواحد يكون عنده اهتمامات عامة في زمن ما حدش بيفكر غير في نفسه بس. بس حق أن يولد من عاش لنفسه. هو جوز حضرتك معاك هنا في اللوكاندا؟ لا. طب كويس. ايه قصدي يعني ما جاش معاك ليه؟ لا احنا منفصلين أكتر من 10 سنين. حمار؟ نعم؟ أيوة حمار. حد يبقى في ايده جوهرة زي القمر زي حضرتك كده ويفرط فيها؟ طب عليا الطلاق بالتلاتة اللي اتعشى سوا. ناجي بيه. بلا بيه بلا تيه، قولي لي أنا ناجي على طول. أنا هأكلك بيضات غنم.